لكم احباب اصحاب المغاربه فين ما كنتم مع شراب وحمرون، كنوجه لكم التحيه خاصه من هذا المنبر هذا. كنبغي نقول لكم كل عام وانتم بالف خير، ان شاء الله تعيدوا وتعاودوا عقوب 1100 عام. المهم هذا الفيديو هذا ديديكاس كاع الحباب اللي باغيين يهاجروا من المغرب لالمانيا، حيت كاينين الدراري بزاف كيسولوني في الفيسبوك ما قدرتش نجاوبهم، سمحوا لي بزاف بزاف حيت كثروا عليا اسئله. المهم ما علينا، ندخلوا في صلب الموضوع. اللي غادي يبغي يهاجر من المغرب المانيا غادي يمشي يقطع البيه ديالو الي روتور لتركيا. فاش غادي يوصل ان شاء الله لتركيا يعود في مطار الصبيحه، غادي يركب لمدينه سميتها ازمير اللي معروفه بالحراقه. ملي غادي يوصل لازمير غادي يخرج يشد الطاكسي، غادي يديه لكار بصمانه، محطه ديال بصمانه ديال التراب. أنفاس معاه كاينه قهوة سميتها قهوة سنديبادية فين كتجمعو الحراقة، فيها المغاربة الجزائريين توانسة سوريين عراقيين مخلطة الدعوة. المهم فاش غادي يتلاقى مع الحراقة، كاينين الحراقة معروفين، نتوما ملي غادي توصلو غادي يبدا عليك فين باغي تمشي، باغي تحرك كدا، هادي مرحبا. وحدة وكاينين نصابة بزاف بزاف بزاف، وكاينين حتى المغاربة نصابة تما كاينه، راه نصبو على عباد الله بزاف. ما علينا، فاش غادي تتفاهم مع الحراك، الحراك كدي بألف وميتين دولار، كدي كدي بألف دولار. إلا تفاهمتي معاه تقدر تمشي بتمنمية تسعمية سبعمية على حسب نتا و الشطارة ديالك. وكاين واحد النوع كيمشي سايق شيفور، كيمشي فابور، فهمتي؟ فحال أنا مشيت فابور، أنا مشيت سايق واخا مكنعرفش في لوكا، عمرني ركبت في لوكا، سنطحتهم الله يسمح لي، كذبت عليهم وقلت لهم راه بحري راه كنعرف كدا، وفي لوكا راه ساهلة راه ماشي صعيبة. ما علينا، فاش غادي تتفاهم مع شيفور ولا غادي تمشي بالفلوس غتوصلو ان شاء الله. كاينين ثلاثة ديال الجزر، كاينه وحده مدنيه، كاينه وحده عسكريه، وجوج مدنيين. حنا وصلنا للعسكريه، جابونا باخره، ركبونا داونا وحده مدنيه اللي بقينا فيها يومين ونص لين ما ناخذو الخرطيه. الخرطيه وهي ورقه ديال المغادره ديال الاراضي اليونانيه. فاش غادي تغادر، فاش تاخذ هذيك الورقه باش تغادر اليونان، غتمشي ديريكت للمكتب ديال التقطاع، غتقطع البي ديالك ديال الباطو، كاين اللي كيقطع ب 77، كاين اللي كيقطع ب 51، كاين اللي كيقطع ب 41 اورو. حنا قطعنا ب 77 اورو، هي لقينا البلاصه. المهم ركبنا مشينا، غادي دير 12 ساعة وسط البحر، 12 ساعة وسط البحر، غتوصلو لأثينا، عاصمة ديال اليونان. غتعودو غادي تلقاو كيران، تركبو فيهم بشحال بخمسة وربعين أورو للحدود ديال مقدونيا مع اليونان، حدود ديال اليونان مع مقدونيا. لي غادي تدخلو للكامب مخيم، غادي تعطيوهم هاديك الورقة الخرطية باش يعطيوكم خرطية ديال مقدونيا، باش مغادرة ديال التراب المقدوني. ما علينا، غادي تلقاو كيران ولا تلقاو التران. حنا لقينا التران، ترا ركبنا فيه حنا بخمسة وعشرين أورو للحدود ديال صربيا. من الحدود ديال صربيا غادي تلقاو نفس الديكور كامب، ياخدو عندكم ورقة ديال مقدونيا، غادي يعطيكم ورقة ديال صربيا يبسموكم، ماشي مشكل واخا تبسمو، واخا طيحو مغاربة توانسة جزائريين سوريين عراقيين، مكاينش المشكل بتاتا، الحمد لله بجاه الله ورضاة الوالدين. هي هاديك، عطيكم الورقة يجيبو لكم كيران، غتركبو بخمسة وثلاثين أورو. من بعد ما تضربو واحد المسافة ديال عشرة كيلومترات، كار بخمسة وثلاثين أورو لي غادي يتجهو فيه نحو الديار كرواتيا، نحو الحدود كرواتيا. يا ديك تما كاينه كتبدا واحد شوية ديال تمارة، حدود ديال كرواتيا كتبدا شوية ديال تمارة، من تما كاينه كتدخلو لكرواتيا، كيجيبو لكم الماكلة الشراب اللبس، كيتهلاو فيكم ديال بصح، كيجيبو لكم ترونسبور فابور. هاديك الساعة كيولي ترونسبور بيديك يدي الله سبحانه وتعالى. ما علينا اخويا بيتشوب، تحية ليك من هذا المنبر. هي هاديك كيجيبو لكم ترونسبور، من تما كاينة كتمشيو لحدود ديال سلوفينيا، حدود ديال سلوفينيا نفس الديكور، كي بسموكم كياخدو لكم هاديك الورقة، كيعطيوكم ورقة ديال المغادرة ديال الأراضي السلوفينية. من تما كاينة
كتجاو ديريكت لوطريت النمسا، من النمسا نفس الديكور كتاكلوا تشربوا تلبسوا، كيعطيوكم حوايج الا ما عندكمش، وكيجيبوا لكم ترونسبور كذلك ف ديال الله على الحدود ديال المانيا، وان شاء الله ومن الحدود ديال المانيا تما كاينه كتدخل عاوتاني كتبسمو كياخذوا لكم الوراق صافي، تما كاينه كيوزعوكم على المدن اللي خاويه فهمتي، ملي كديوك المدن اللي خاويه كديوك الكامب يعني مخيم، من تما كاينه كتسنى نوبتك باش كيديوك كتسنى نوبتك، هذيك الساعة كتسنى نوبتك كتسنى النوبة على عين ما كل جروب بجروب كيدوزهم في المحاكم كيقول لهم نتوما علاش خويتو هاد البلاد، هادشي إلا كنتي جزائري مغربي تونسي، مي إلا كنتي سوري صافي كيعطيوك اللجوء ديالك، كتسنى واحد شوية كيعطيوك اللجوء ديالك صافي كتولي مقيم في الديار ألمانيا، كنتي من المغرب العربي وما عندكمش حرب في بلادكم ما عندكمش مشاكل كيبداو يسولوكم علاش اختاريتو هاد البلاد علاش خويتو بلادكم، نتوما كتعطيوهم أجوبة مقنعة، ونتمنى من الله الله يسهل على الجميع والله يدير شي تودي الخير يا ربي، وربي معاكم وديما بوحمرون، تحية خاصة لعاصمة الإجرام الدار البيضاء، السلام عليكم ربي معاكم، واحد النقطة بالنسبة لجواز السفر لازم تخبيوه ما تبينوش بتاتا، باسبور خصو يتخبى، حرقو لوحو قطعو كولو خليه عند الحراق بما توصل للصيف طوليك شغلك هذاك، المهم انت انا ملي كتوصل لهاد الاراضي السعيده ما بقى عندك ما دير بالباسبور اصلا، انت داخل غير شرعي، السلام عليكم.